الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوتو نون تاسم بي سي إرهام في عوين نملور بوري لسال نبيا محمد صلى الله عليه وسلم يا بوسغو لركو هتابا نيوانغو تلفزيون اني راديو الهدى انتن رمبا زوتو نسوسا نينغا يا فادا زولي سا ويلسو ولي سلون شري غانغري تيار كاسام شيك عبد الملك احمد كنزوي بما نسو سونس زورو غون كوتيام فينوم وين نام دينا سانغانا توتو تيرونا الي با متابا نسوسا هنتيم باسي كوابغا لا بيسو بويلا اني تلفزيون اني راديو الهدى هون كوتيام te sosoya bobo hambe no gonduna te totter paquin pour him et nan ko sam te vikar sa ma ko sam ma kelar bala get ba fa gilli te wen sakar pore sosoni sa hambe no go yam san kistiwa en natas ba to pass da vinom wo wen nam ti na sangana toto l'islam haman kalam ba sa pore ya tile to somon to wa far pore anno kendra yita wan wana wen sakar pore alhamdulillah المتصرف في الملك والملكوت الباقي الذي لا يفنى ولا يموت القائل في محكم التنزيل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ثم الصلاة والسلام على السراج المنير معلم الإنسانية وهادي البصرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أحييكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنل في غويني وين نام لنام سبا نام جيل فان جيل لي يا نابان سو لين كي تاليك داناما پانتوم نبونان سزواسن تلبو منين واحن دربو منين تنا كان بالن كي لنكا باقي mbebele mpon wakar fangili sabri gamen zani naba kumile bli ligamen zani naba denna bayta alquran wa la pora tani wonen nan sas mbetingon zu fangili yen wonen nan dik mbetingon zu fangil fado ladin bi fangili ba sona yen wonnam to alkiyam dare to boy nen tum bumninga dunizu lawli kon nabiya ma nen won sun tum je tawan ya vina da wa ya kanada le tunju sawa muhammad sallallahu alayhi wa sallam den depo le dikta poso nen emission yuringa po nim ni sembe ton gesro ma be ton kilare television al huda ekran wa zugu la radio al huda antenne zugu kelen ko tete kelen pa kilar pore te won sakar pore won mi hempu yon kontondo te abab kan gaton banan pim ti tayamba won sakar pore إرهام بوستابا لغر بوري لاتين دا تابتيا فادا سولي سا ولسو والسلون شريحن ساغلي إميسون لحن يغم موتوا تيام نام پام فين ما بوري وين نام ساك لغر بوري ران في بي سوكر هم بي نوين سوكان صبا أويلغم تي رومان كالم لا باسا فاري كدبا يا من پاغا باسني ماروكا لا بس ما بيرو بيبو بمنا غكيدا نما لا بنا كيدا نباي لا رو بسامي أرزكا هي فادو تبسوك دين رو سنباس بمين نغو حان نامكي كيدا بغا لا ما بيرو بيب نسبة حان كيدا نما كانا نباوا نرفاقل هي فريق دبوا عبام نوانا ران سوكرا لوتوني نشكركم على حسن متابعتكم ونبدأ بالسؤال الأول. السائل يسأل: توفي رجل عن زوجة وأم وأخوين لأم وترك مصالحا، فكيف يقسم هذه التركة؟ الحمد لله رب العالمين. فقلتم بأن السائل يقول بأن المتوفى ترك زوجة وأما وأخوين لأم. ففي هذه
المسألة إن لم يكن هناك عاصب آخر فالمسألة نقول بأن فيها رد، هي مسألة ردية. ونقول الحل على هذه المسألة نقول بأن الزوج يرث الزوجة، أن الزوجة ترث الربع، الزوجة ترث الربع، والأم ترث السدس لوجود الأخوين لأم. أما الأخوان لأم فيرثان الثلث، يرثان أيسي الثلث. فإذا نريد أن نقسم هذه المسألة مع الرد، فلو نظرنا نجد بأن الأم ترث واحد من ستة، والأخوان يرثان اثنين من ستة، والزوجة ترث واحد من أربعة. فلكي أو مثلا تفادي عن التطويل في هذه المسألة، حينما نريد أن نقسم هذه المسألة بمعنى نقسمها على أربعة. لماذا يقسم تلك على أربعة؟ لأن النصيب الزوجة الربع واحد من أربعة. إذن يؤتى للزوجة واحد من أربعة فيبقى ثلاثة أسهم، بمعنى واحد للأم واثنين للأخوين لأم. فنقول بأن كل من الأم والأخوين لأم أخذ فردا وردا، أخذ فردا وردا، لأن هناك نوع من الاختصار ولا نريد التطويل. فنذهب مباشرة، كنا في هذه المسألة، في هذه المسألة يمكن إعطاء الزوجة واحد من أربعة فردها، وما تبقى يقسم مباشرة على ثلاثة، فتأخذ الأم سهما واحدة ويأخذ الأخوان لأم سهمين. ونقول في هذه المسألة أعلى بأن كل من الأم والأخوين لأم ورثوا فردا وأيسي وردا. رنيا وليم يتي نيرنك بسا بارونك بسا بارا نيما لا أما بيرو بيبو لغم كيدا ما كلام كيدا بوين باي la basa arzaka tubatun bangan gese kire parali ke dan wana amma wali ke dan wana amma bisa ri ke dan wana yela ton yela hawa mikam ti masala kan ati asiba to kabe ti kire han ba ya ba mabala din masala nan bolam ti masala rad han be pour pour hinan kelle double ban leb sun passe la radda meta rasul neme husu la mansal ngato ton hannan lu kabala ton yeta meti ideal hada boyam hannan gese mawa e chide para adik da na pour pire yem il hannan le ge chide ma adik da yo pour pire yem le ti chide ma biro pa yiba lam chide ma kala ram bawa bam dik da ta pour pire yibo tampourin puis la yemri bam dik da tampourin puis la yemri tikida mawa dikid yo pourin puis la yemri tikida para likna pourin puis la ayemri rinji kanga radda kakede parnisidi rad pa kien parnisidi den radda maha na yi mawa ne boy ni kide ma biro pa yiba la tonna na nkwe rabala ti ekran zuka twen nyal san sarah buma fangil wakata nyinga mwini ngamte mwa sa la hawa ya voto ne nyam denga den nyaka para far dan kwen ti kida hanka talbiga
par nan dika na pour pou la yemli ton la ndey ti mawali ki da yemli yo pour en ti me bise yiban la mama ma bilo pe yiban la mama ka la mba wali ki da temps pour pou la yemli ton pou li ki de zinsana sa nya ki yemla en kon e ki de parent médical le pou la temps pou la temps ma wanda dika yo pour pou la yewa nya ke le den dika da yemla ti ba ma ndali ki temps pour pou la ayemla e bam bam na wana bam dik da yibu yam fahame ti diyal yel maha ti mawa ne bala tamporoma puis la yemla ahanda yo porin yam na mikam ti puis la yibu kawto ne den wuri ma ti arzaka nan ken dikam puis sin sa tabo to bonta lika fardan obri ka fardan e mawalik da yemre to beta lika fardan waradan ti ba mi lika yibu to beta fardan waradan yam hanan gese yam na mikame ti arjaka ha gil handa andi kam pui e wayo por yemra ma wa hanan dika kananta ton handi sunni ngam pui arjaka mi han la libre yobe to na ko ba ma yibu yoba por e ma bise yiba la ram ki de man ka la ram ba na ko yibu yoba por e akananta bu mun ninga fundi kai la ha ni fara min so ta ha ni wa bangar ba man sal nga ma na wana a ruhu da nore yibu fodeng de manam e aslun masala fodeng wa ne zawje ummun e ummun wa akhwani li ummin ti zawja e zawja yin dika ne ngwa fonan le brange same akhwani li umma handika to la fole wa ne masala to kana zawje waye zawje la tan ne kana zawje waye fonan mi kam ti a tab tabo la ligde keleda don fo keleda men kelen dika ne kanga fa fara ati ya bumti katem faham moto fafa la tunu dembati hon le bradde kapuit ligda a lebrantara puin ngato tikani woto num bin puim ni ngoy den puita woto ne wallahu al nam yel kabe er pohra kar samah bar posro wenam sakar pore e tente lewa pasere vienam biro pos vienam pasra e warada taya bab wela tor zalle tenyeme e wen sakar pore inawa antim pam vienma azubum pase yida wada ha wumbume ningawa tia vienam la konta pa wili tia tuomna la rikende galan tuomne tener fanzanga somo mbanga me te far po yarata me e bangri la rata minam la ra kinga sunrin ke bala te wa ham pi wotwa wusogo han ka karma men sanaba amen mame to paso ko nini sa men ham para an katara wa bangar han tuon ni fada po wor ko tuinam e wennam songor fagili lanan kinga tore ne sokor hampa de te sokanga soba awiliga me ton samba aman kalam la basa arzeka ya wotumi la basa wa farikarba te farikarba ya paba ayibu mpa ne kompule anu la komdibile atabo la tonne babi wa mosa ay ton babarama bom zansa me to bada yam pui ton fama ton sama fadi la bo metikre hen za he fada pui ba ya hamiki ti biabro ay ton sama ba ton yabro ya ton sama ba bo man kalam e ta wa yuma no woto ni la yime fada naka pui yi la ton babi wa mosa ay ton babara matikin yele tiran na me te ton yabro ga fad pui te yin lor pour ma babi wa lan tin wa gese e wa ton ne sama fad mosa tiya yila sukura hanwawa sukura wa min sukura yalla yeninga e tonne samda mahanganaga shari pogon ya sharat tentengi dare ton sama fada tabra pwibi e ti ton ya ndengar ya broga fada pwibi bekatin wotone ran sukura la wotone e nadkhulu bi sual athani asailu yasal tufiya abina wa taraka amwalan كما أنه ترك ورثة مكونة من زوجتين وخمس بنات وثلاثة أبناء إلا أن أعمامنا يرفضون تقسيم تركة أبينا زعما أن تركة جدنا أي أب أبينا لم يقسم بعد فيقولون لا بد أن ننتظر تقسيم تركة جدنا أولا قبل تقسيم تركة أبينا وسؤالنا كالآتي فهل هذا الأمر مشروط شرعا
والجدير بالذكر أن جدنا أي أبو أبينا مات منذ 5 سنوات فلم يقسم تركته إلى الآن. الحمد لله رب العالمين. فقبل إجابة على هذا السؤال نقول بأنه ينبغي لأقرباء الموت الميت أن يبادروا إلى تقسيم ميراث المتوفى، بمعنى إذا مات إنسان فلا داعي إلى تعطيل إلى تعطيل توريث الورثة، فينبغي بعد موت الإنسان أن يقوم الأقرباء بجمع كل ما عنده من المصالح والأموال ثم يبادرون إلى التقسيم. هذا مطلب شرعي. أما تأخير تقسيم التركة فلا يجرنا إلا المشاكل والفساد. فهنا لو رجعنا إلى هذه المسألة نجد بأن الجد توفي منذ 5 سنوات، ما هو العائق الذي أمام الورثة أو الأقرباء فلا يقومون بتقسيم التركة؟ حتى ولو ترك الجد مثلا مصالحا بيوتا وأموالا، ممكن تقييم كل ما تركه الجد ثم يقومون بتقسيمه. والإجابة على هذا السؤال نقول بأنه يمكن تقسيم ميراث أبيهم، يمكن تقسيم ميراث أبيهم، لأن لا ندري لماذا لا يقسم ميراث الجد. أما إذا كان الأعمام يدعون أو يزعمون بأنه لا يمكن تقديم الميراث الابن على الأب والأب توفي منذ 5 سنوات، فعليهم أن يبادروا لكي يجمعوا كل تركة المتوفى الأول وهو الجد الأولى ويمكن تقسيمهما في نفس الوقت. وهذا يجرنا إلى باب آخر في الميراث يسمى بالمناسخات، وما نقوله فقط يمكن تقسيم ميراث الابن هذا بمعنى أب الأولاد قبل تقسيم ميراث جده. فإذا أتى يوم الذي يقسم ميراث الجد فالأولاد أيضا ما زالوا يأخذون نصيب أبيهم ويقسمونه أيضا فيما بينهم بين زوجتي الأب وكذلك أبناء والبنات الأب لذكر مثل هذه الأنثيين بعدما تأخذ الزوجتان فردهما أو نصيبهما من الأيس من الفرد. فهنا لا نرى ما يجعل الأعمام يرفضون تقسيم الميراث، فهم إذا كانوا في استماع فيجب عليهم أن يتنازلوا إلى إلى راعي الأولاد ثم يقسمون الميراث أبيهم، وبعد ذلك حينما ينتهون من جمع مصالح الجد فيمكن قسمته مرة أخرى فيأخذ الأولاد أيضا نصيب أبيهم أيضا ويعيد تقسيمه فيما بين ورثة أبيه كما فرض كما أمره الله سبحانه وتعالى. لن يمون جمتي كما سوكدي تبان بابا وما أنا كالم بس فاق بييبو لا بابا مكمبولي انتو كمبولي نو نكم دي بلي أتابو لمي كمي تبان بابا بس أرزيك بلفون تريمبوي فادو لبام سامبي برامي لمتي فادو نكا تريمبوي بلبام يابروغا فاركا بوي tiyala wotono ya tile to puyabro afane ya lam poe biga farbe la ton de ngani yete to to ton nakawa gom kanga ton de ngan gom na kila gaba fa gilli tenne da ha man kal bi yagne fada puibo yam ham pa puifa yam ha yagne fada puibo yam pam da yir somde ki da pam da yir somde
yelning ndawati ya problem nyamne tab suka yele bamme nyam gi dagday bon yele bamba lem han ko faada puibu atin waru wayela taba to wale bon nyostaba nkinki dibe suka la hani sokra ma han suka ya han puiba ya ba faado ni ka tile to biyalum pui abiga ya kama baba faade kama baba faada han ya gehiri aya pre to tigmela me opuita me ti parba yibeli ko puire comme dible comme pour les noirs ko puire comme dible tabali ko puire puire pour masan to san ya alman wana to han libre ma han nam pui biabro gafado ya bro gafado bam ya bro han ding bam ba man kalma oble le de konta bam bo bawanega ti bam lebel le kiti moy ma lebel le pui bam bawanega wala nda pui bo rienma tenir faji le ka bo le ka a puire pui kan pour la hande mikami ti runu no bam sokra haya bam tigse ya bro gane ngantisa yel kabe trim pui ya bro ga la ble bro man wana la ble bro pui kam faado ti yel bur kabe balam na mikam ti yela yi bu bala bam ba watara arjaka nya yimin arjaka la ta arjaka nan diga ne bawa sami kam ti fa ya pre trim pui mi ti on pui ti ble bro ndike ba arjaka an dikne yi ba ya kama ya bro ga le on pa arjaka yi won pui la hami kam tin kit na kapre ton ko mi sabab ni ngite ti tahal yu manu to kit na kapu arja kay den wakar ko ngapu te kam arja xe ba wa arja ka ti kamari of ba faro lebli gudu ya bro ko ne ngana o pidi wakar kanga la ton ne kit profit de ni mi sim beb ton gesho e ti wala dina tumde aka wala yum yelle aka wa ba yinne kamba aka wala e bon pang yelle aka wazum yele dina tum ya soso kama sambi bram toti bam ni yele kama ti wotowa bam do ko mbo mono sokin gese ti mona ko bam bam nan luk bu mininga bam yan luk kama bar woto bam de kam nyori am lewon luk kama tazara ni dine sam ngana bu mininga la ko to wonam te wona fahamba wona ham faham bi ni sinna saksida to ton pam pui ti kama mene taba yela tabra waki ti me wali bo julesi don ton tarandan luk yo woto ni wallahu alam nam yel kabe ya woto ne post da yamba ke lagda ba fa la get ba fa gili tit ke tambe fa da zulisa wel so porin ner karasa ma sheikh abdul malik ahmad kanzwe ti nanking tore ni so kur ham pahdi ti so kanga soba wil gam ti rowa man kalam la rowa so man kalma abasa fari kadba ya min paga mpahne baraka la libasa mabisa ayibu ya roba ofagi na rakida ba anima le auto basa ton pourse bon metab tabo bon mele na rakida ba anima la basa o baba hin bil mosa e bu baba kasanga yeme ne bomba wa na taba ba anima nikida ba na taba ba anima la mosa ti sokra sokra na tambangi ya anasoba indikar fado farikal nisba hantosa anasoba men farikal fado la handik do fada nirmi fa puire yita wana wana sokra la wotone nuwasilu bi salata li sa'ilu yasal tufiya rajulun an zawjatin wa ab wa akhwaini shaqiqaini wa thalathatu akhwatun shaqaiq wa ammun shaqiq wa taraka masalih fasu'alu kal'ati faman yarithu min ha'ula'i wa man la yaris wa ma miqdaru nasibu kullu warith alhamdulillah rabbil alamin kuntum bi anna as-sa'ila yaqul bi anna al-mutawaffa taraka zawjatan wa abban wa akhawaini shaqiqaini wa thalatha akhwatin shaqaiq wa ammun shaqiq هنا نقول اولا الذين لا يرثون هم الاخوان الشقيقان والاخوات الشقائق الثلاثه وكذلك الام الشقيق فاذا وجد الاب فالاخوه والاعمام لا يرثون بمعنى الاب يحجب هؤلاء من الميراث جن يبقى الميراث بين الزوجه والاب فالزوجه تاخذ الربع والباقي يكون لأيس للأب تعصيبا دين يا ويام شوكا تكيرا يلم ايه شوكرا شوكا مين كيرا بسا باقا بسا با
bah ma biro pe yibu ne ma bi pour sa tabo fa la ma ki de baye maye la leben le basse assambi ba ya ba wa mabiga baye mir maye mir ti aba arjati wam da tamba ngi he en dikir fa ni hen kali kide ni hen dikir ba li kida wana wana la tuno yeti koy koy nan de ngame yalla fa li kida fa bi fa kali kir faru tuni dan to fa kali kir fa de ya nana man kali kir fa da ki de mabi se yibe niki da mabi pour sa table mabi lo pay ben mi pour sa table mba niki de sambi ba baye kali kir fa de ya an ngira bam ni fara re ki de ba kir ba hambe kir mabi kali kir faru kir sambi bram pali kir faru mabi kam pali kir faru ren bam fangi le yi faru ren fara nan ki le ki de para niki de boy ba ki de men ka ba biin sawa la ka ba ya nga ya bili bili biiga para nan di kanas pom puire ligi da arja ka gil fangi li ki de hamba san puisi sa nase nyaka yem non ko ya para kelle puira tabu puira taba ma ki de ba wandi kedina to boni ti tasiban dun yo wel gore o to ne wallahu alam yel kabe el posa her kar sama bar kusko ne vinagra la nan kenge ne sokor hampa de ti sokan ga soba wil ga me ti para man kalam la basami ya kompule tabla mbasa ne mabi ropa yibo ba min na rakida aba anema la ton pour se yibo ba min na rakida ba anema la kida basa arzika to sokre fa da welare anenga yita wan wana wa winnam dina sanganga nawasil bi salata li sa'ilu ya salatu fi timra an thalathi banatin wa akhwaini shaqiqaini والأختين شقيقتين وتركت مصالح فكيف يتم تقسيم تركتها؟ الحمد لله رب العالمين قلتم بأن المتوفى ترك ثلاثة بنات وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين فهنا نقول بأن البنات الثلاثة يرثن الثلثين يرثن الثلثين بمعنى اثنين من ثلاثة ويبقى سهما واحدة للأخوين الشقيقين والأختين الشقيقتين فيجتمعون على سهم المتبقى ويقسمونه فيما بينهم لذكر مثل هذه الأنثيين فهنا نقول أن التركة تقسم على ثلاثة فتأخذ البنات الثلاثة اثنين من ثلاثة ويقسمون هذين السهمين فيما بينهن بالتساوي فيبقى سهما واحدا هذا السهم يعيد تقسيمه على ستة لماذا على ستة؟ لأن كل أخ شقيق يشبه له سهمان وكل أخت شقيقة لها سهما واحدة فالأخوان يشبهون أربعة والأختان اثنين إذن السهم الواحد المتبقى يعاد تقسيمه على ستة فيأخذ كل أخ شقيق سهمين وتأخذ كل أخت شقيقة سهما واحدة لأنني أعلم أنني أعلم أنني la ne dam man kalma abaha kumpule tabu la baha mebiro payibu ne mebi porse ayibu fa larme ki de baye maye la baha arjaka to latan bang puiba na yi tutu la tunu ti koya koya kumpulu anta taba yibin digi taba obadi ke da ta po kumpire yibu nan di kanira han ba arjak ni wa fam poesi sa tabu nyaka yibun ko kumpulu den puira yin nan kelle kuri kan ma halle ba mabir ki de mabir wa pa ni mabi pa ba mandik pour son ba mandik de mabir wa pa yiba ni mabi pour so yiba ba mandik de jouer wa han kella le bon poesie sa yobe bolab nan poesie sa yoba bala mabi rofan le bra joute yibu ti mabi poka ci tin ye jouer yemre den mabir wa pa yiba joute yib ti anase mabi pour so yiba jouer yemre mate yibu yiba handik na na sa yobe den ban dik jouer wa han keta kompulu wa taba handi zuta yiba porom pe taba de metaba mpuin ji sa yobe koma biro fa ngi zuta yibu tima obi yiba fa ngi dik de zuta yibu tima bi porsa yiba ner fa ngi dik de zuga yemre yem dan yo lok lawto wallahu alam yel kabe
yawoto ne her posta yama television ane radio al-huda kela rabala get babaraka te waket ni ngapson koda atame el mabig Abdurrahman bandi inyagal masinda moa la yel kabiti sokor san wa pa rata bietin pa mtonkuli nimiro bo ma wayam sene ekran ozuba tenye a 70-06-02-97 ya whatsapp nimiro rata yeti a pisokwe zalim la yobe zalim la yibo mbas ne pisoy mati tin le pa maton ko 78 95 95 29 yimi ya piso pola ani pisoy le nu mbase ne pisila way tirunda mi 60 par ko ba la piso pwe la ani television ani radio al huda hon ko tiamba fa da zulisa welis ko walis lon sherihin sagale di micro atoria ka sama sheik abdul malik ahmad kanazi ba mandali qade yam sugsuga ne dalil dam sita al qur'an poga yam mabi ga sane ahmad lahandi sugsan ta har kar sama ya war sin tin yar mabi ga abdurrahman bande nya gar masin da mo wanda guran tas wakata to telewa kin ne sugsatori wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh telia sunu kasanga tin wannan.